صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. احنا كل يوم نشتغل في منطقة مختلفة، وهي شغلة حلوة وشغلة مو حلوة، انه انت بتضلك مو عارف ممكن المكان، المنطقة، نوعية الشغل. فكل يوم تتعلم، كل يوم نتعلم شيء جديد. في ناس بحبوا العمل الثابت في منطقة واحدة. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. فشاركونا، هل انت بتحب يضل عملك في مكان واحد في المكاتب، ولا بتحب تضلك تتحرك؟ انا بشوف انه في فائدة في العمل لما الواحد يضل يتحرك، يعني فائدة من ناحية صحته الجسدية وممكن النفسية، ممكن بشوف ناس جداد، شوف أماكن جديدة، تعرف على البلد، تعرف على المناطق. لكن اللي بيضلوا شغله في مكتب أو في مكان معين ممكن يشعر بالملل، ممكن يتعب من كثر القعدة، يصير عنده مشاكل في ظهره، في الديسك، في فمرات سبحان الله اللي بيظهر للواحد انه اللي بتحرك كتير وبروح وكذا، انه شغلة متعبة. هي صحيح متعبة بس مفيدة للجسد. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد من مدينة ستوكهولم. شاركونا، هل انت بتحب العمل في منطقة خلاص شغلك في شركة، في كنتور، في مكتب، ولا بتحب تضلك تلف زي البائعين المتجولين؟ يعني هي لها إيجابيات ولها سلبيات. بتضلك مو عارف أنت وين رايح بالضبط، وكل يوم إشي جديد. مرات ناس بتنزعج. فياريت تشاركونا تجاربكم لنشوف مين، شو طبائع البشر مختلفة. يعني قبل كنت أشتغل في شركة الإس جي، كنا خلص نروح نداوم في عنا هيك ديبو، مكان كبير ضخم، وكلنا نشتغل في نفس المنطقة، منطقة واسعة كبيرة ضخمة. لكن الشغل في شركة الامتيار في محطات كتيرة حوالين مدينة ستوكهولم، ممكن اليوم يحطوك في الشمال، بكرة يحطوك بالجنوب، بعده يحطوك في الشرق. وفي أشغال ثابتة، في ناس تشتغل في مكاتب، في ناس تشتغل حسب شو شغلك بالشركة، شو وظيفتك بالضبط. فاكتبونا، شاركونا في التعليقات، انت بتحب المكان الثابت ولا بتحب انك انت تضلك تروح مناطق جديدة وتشوف اشياء جديدة، تتقابل مع ناس جداد؟ شو نمط شخصيتك؟ طبعا الانسان بفضل العمل يكون قريب من بيته، بس ممكن يكون له ايجابيات وممكن يكون له سلبيات. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد. يعني الواحد يعتبرها هاي وهو رايح على الشغل جولة صباحية. مو طريقة التفكير، يعني مرات الواحد بيعتبر المسافة هم، فإذا فكر إنها هي هم بتصير متعبة، وإذا فكر إنه هي جولة سياحية بتصير حلوة. يعني تخيل حالك سائح وانت طالع بالقطار وانت رايح على الشغل، بدل ما تضلك، يعني مرات الواحد بيقضي 5 سنوات و6 سنوات و10 سنوات وهو رايح جاي على الشغل، وهو ما مصدق يوصل الشركة وما مصدق يروح. بالسلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. فبتلاقيه يا فاتح الموبايل، بيقدر الواحد يستغل. إذا كان شغلك بعيد ممكن تحفظ قرآن، ممكن تحط كتب صوتية، ممكن تتفرج تتأمل الطبيعة بالطريق. عادة شو بتسووا وانتوا بالطريق للعمل؟ بتتفرجوا على التيك توك، تتفرجوا على اليوتيوب؟ شو عملت اشي مفيد خلال ممكن سنوات ذهابك إلى العمل؟ في ناس ما شاء الله عليهم والله بتلاقيهم حفظوا أجزاء من القرآن، في ناس أنهوا العديد من الكتب، وفي ناس قضوها نوم. بلاحظ على بعض الناس بالقطارات هو طالع من البيت مسطول.
تلاقيه هنخذكم على الجهة الثانية، تلاقيه نايم بالقطار. يعني هو يا دوب غسل وجهه وطلع من البيت. ففي ناس يا دوب هي بتقوم قبل الشغل بخمس دقائق أو عشر دقائق، بلبس على السريع وركاض على الشغل. لا، لازم الواحد شوي يحاول يقوم يتحمم يزبط أموره يرتب حاله عشان يروح نشيط. لأنه سبحان الله بتفرق لما تروح على الشغل تلاقي لك زميل من زملائك حاط عطر ومزبط حاله ووجهه مفتح ومنور، وتلاقي لك واحد تاني شعراته مكنفشين وعايف حاله، طاقة سلبية وزهقان من الشغل وطول النهار يحكي لك شو هالحياة، بقرفك حياتك، بسحب منك كل الطاقة. وهي دخلنا جوا الأنفاق. صباح الخير وصباح النور. فاحنا كنا نحكي انه الواحد بيقدر يعني يستفيد من هالجولات وهو رايح على شغله، ممكن يحفظ قرآن، ممكن ينزل تطبيقات الكتب، ممكن يعتبرها جولة سياحية، يتفرج يشوف شو في مناطق جديدة، شو في شغلات عملات. وفي ناس بتلاقيه بركب بتلاقيه طعج راسه، تلاقيه نام بالقطار، خلاص طاقة سلبية، نعسان مسطول، تلاقيه نايم على الوحدة على التنتين وراي على الشغل وهو عايف حياته. هاي وصلنا عند مطعم عمه ضايل علينا محطة وبنوصل. اليوم عندنا شغل بالخط الأخضر، يوم أخضر يوم أحمر يوم أزرق. الحمد لله على كل حال، يعني الأمور والله رايح على الشغل. عندنا شغل هون، احنا كل يوم نشتغل بمكان. امبارح اشتغلنا بوسط العاصمة، اليوم شغالين في الخط الأخضر. انتوا اكتبوا لنا شو شغلكم، شو بتشتغلوا بالسويد، خنصب عليكم. يسعد صباحكم يا رب، صباح الخير صباح النور صباح الورد. احنا بنحاول نشارككم بالفيديوهات الصباحية لعل وعسى انه تكون ننشر الطاقة الإيجابية من الصباح، لأنه إذا الواحد بالفترة الصباحية كان منزعج باقي اليوم بقضيها نكد، بقضيها مهموم، قمورن. فأهم إشي يا إخواني الكرام الانطلاقة. أيوة مع الختائر. طب فرفشيهم، نعني شيهم.